نقول نحذر من طبعا الهاتف ولا الكلام ولا في اي مجال، لانه الهواتف اصبحت صوره. انا نقول كلمه الان الاف يشوفوها سريعه، بارك الله فيك، الاف من الناس تبارطاجي، تتبارطاجي فيديو راك متاكد بلي هذا فيديو صحيحه، تتكلم على مسؤول، تتكلم على انسان، تتكلم على شخص، على لاعب، على اي شخص، لا يهم الشخص من هو، تبارطاجي شيء تشارك، يوم القيامه ستشاركه الاثم. تصور انت الاف 5000 شافوها، تصور 10 50 بارطاجوها، هذوك تدي الاثم تاعهم يوم، ماذا تقول لربك يوم القيامه؟ شوف الصوره تاع الكذبه، كذبه. اما الصوره الثانيه وهي صوره راى النبي عليه الصلاه والسلام رجالا ونساء لهم اظافر من حديد. قال النبي يخمشون، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال لجبريل عليه السلام: يا حبيبي يا جبريل، من هذا؟ من هذا؟ قال: انه الرجل يتكلم في اعراض الناس وياكل لحومهم. سمحوا لنا اخواننا واخواتنا، الغيبه من اسهل الاشياء عندنا للاسف الشديد، تهضر معاه ولا معاها تقول لك يا ودي الله غالب، ولو كان ما نهدرش وقلبي تعمر ومانيش نكذب، غيبه. هذا اللسان للاسف راه يؤدي بين الوحده الهلاك. اقول لاخواني المشاهدين، كل كلمه نقولها دير في بالك بانك تبني جزءا من بيتك الذي تسكنه في القبر. اما كلمه في الخير راك تبني بها روضه من رياض الجنه وتبني بها قصر في قصور الجنه، واما كلمه من السوء والعياذ بالله راك تبني بها حفره من حفر النار. يرحمك الله استاذه، ربنا يصلحك ويشفاك الله. فنقول اخواننا ننتبهوا لهذه القصه، قضيه الغيبه كذبه بيضاء، كذبه صفراء، كذبه ما فيها والو، ما تاذيش، ما الانسان يعف لسانه. الاعراض اي كلمه للاسف الشديد بعض الحين الكلمه تكون صحيحه لكن مآلاتها خطيره. لكن لوين تدي؟ انا نقول كلام، نحكي لوحده على زوجها، نحكي لوحده على باباها، نحكي لوحده على مرته، نحكي لوحده على بنته، نحكي لوحده على مسؤولته، كذاب هذيك الكلمه قد تكون لها التأويلات كيف راح تكون.